أهلا بكم في تواصل دوت كوم. في تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا فيها شيوخ العشائر للتبرؤ مما حدث في الناصرية من رد فعل على حادثة زيارة الأربعينية وقمع الثوار، وعلى الوقوف ضد المتظاهرين بعد وصفهم بالدواعش والإرهابيين. جاء الرد من بعض شيوخ العشائر الأصيلة التي أبت إلا أن تقف مع أبنائها المطالبين بحقوقهم، حيث أكد الشيخ حسين علي الخيون رئيس قبيلة العبودة ووقوفه مع المتظاهرين منذ أول أيام الثورة، وحمل الحكومة والسياسيين سبب ما يجري بسبب تماطلهم وعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين. وكان لشيخ عشائر البركات فاهم الخشان موقف ثابت في دعم ثورة تشرين حتى تحقيق مطالبها. وأيضا أكد الشيخ محمد وامل المناع أمير قبيلة الأجود بأن الثورة خرجت ضد الظلم والفساد وأنهم مستمرون في دعمها والوقوف بجانبها. وكذلك أكد الشيخ علي عماد آل صقبان على موقفه الداعم للثورة. وأكدت قبيلة آل غزي وعنهم الشيخ مناحية علي محمد آل منشد وقوفها جنبا إلى جنب مع الثوار، وأكد بأن القبيلة كانت من أوائل من خرج وسند المتظاهرين في ثورتهم. وكذلك الشيخ مخلص الفلاحي من قبيلة البدير وغيرهم من شيوخ العشائر الذين أكدوا على موقفهم الداعم للثورة والثوار والمتظاهرين. نعم، هذه نماذج من بيانات الشيوخ العشائر الذين رفضوا الوقوف ضد الثوار وأكدوا وقوفهم مع ثورة تشرين ومع المتظاهرين. طبعا كذلك أعاد ناشطون نشر فيديو لكلمة الشيخ فاهم خزعل آل خشان شيخ عموم عشائر البركات في العراق والوطن العربي بعد نشر بيان موقع من قبل شخصيات عرفت نفسها بشيوخ عشائر الديوانية في وقت سابق، طبعا حرضوا فيه على شباب ثورة تشرين واتهموهم بالتخريب خدمة للأجندات الأجنبية. الشيخ قال إذا لم نستطع حماية أبنائنا فلا خير في عقلنا كما قال. فلنتابع. حرمة دم المسلم أكبر من حرمة الكعبة، هاي الدماء تسيل يوميا. ليش عمي ليش؟ يعني إحنا مبتلين، إحنا دولة يمنا إحنا وياها نفس المذهب، يعني مبتلين عمي؟ زين إحنا شو مسوي؟ رايحين لدولتهم ومخربين؟ عمي ناس تطالب بحقوق مشروعة، حقوق ما يصير انت تتهك كل الحقوق وتدوس كرامات الناس بصفة شنو؟ شريك بالمذهب؟ يا عمي ما صايرة هاي طرقاعة سودة طلعت، الله شاهد طرقاعة ماكو جعشي عطنا حماية يا عمي، ما يصير كتون بولادنا واحنا الى ما تسكت، يعني احنا ما نسولف عود نخاف؟ لا تعالوا كتلونا، خليك كتلونا والله العظيم، خليك كتلونا احنا اذا ما نحمى اولادنا، مو ما نحمى عشائرنا ومجتمعنا وابناء محافظتنا وابناء العراق، والله العظيم لا خير بعقلنا، والله العظيم ماكو خير بعقلنا. ومن التغريدات التي أيدت موقف شيوخ العشائر المؤيدة لثورة تشرين وثوارها ومتظاهريها وناشطيها، نقرأ بعضا من هذه التغريدات على منصة تويتر. حسين الغرابي قال: الأمير حسين علي الخيون أحد أهم داعمي ثورة تشرين، مواقفه المشرفة كثيرة فلا غرابة، دمت أبا محمد. علي غرد وقال: عشائرنا حماة الوطن، العشائر الأصيلة هم من دافعوا عن أبناء تشرين ومن استنكار تشرين، هذا عار وليس بشيخ ومقتدى، ليس بمصلح، فقد انجرف أكثر من اللازم وأعطي أكبر من حجمه الصغير كما قال، ابتعد عنا ونحن سنرتاح، ابتعد عنا ونحن سنرتاح يا سيد الإصلاح الباطل. مصطفى غرد وقال: صفعة على وجه كل متعالي وجاهل، عشائر الناصرية تقف مع أولادها ضد الفساد ومدعين الإصلاح. حيدر غرد وقال: التاريخ يسجل أسماء الوطنيين وأسماء الخونة، ربي بارك بكل شريف نقي ولاؤه للوطن. قام مجهولون بتخريب قبر الشهيد عمر سعدون في مقبرة
وادي السلام بالنجف. انتشر هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك انتشرت التغريدات والتعليقات المستنكرة لهذا العمل الذي وصفوه بالعمل الجبان. ودعونا في البداية قبل قراءة التغريدات نتابع هذا المقطع. السلام عليكم. طبعا ما أعرف وين يريدون يوصلون بهالتصرف هذا. قبل كانوا يستهدفون قبر صفاء، اليوم لاستهداف القبر عمر سعدي. ما أعرف تصرفاتهم هاي شنو، هالفتنة هاي ما أدري. الشهيد شنو له دخل يعني؟ دخل يتعمد للقبر، السقيفة مال القبر كلها مفتشيها. يعني كارثة، والله كارثة. ايش شنو هالخسة والنذالة اللي تخليك تدنس قبر شهيد؟ ومنو الشهيد؟ عمر اللي ضحى بدمه على مود، على مودك وعلى مود. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هذه ليست الحالة الأولى، يعني سبقها الكثير من الحالات بتدنيس وتخريب قبور شهداء ثورة تشرين. على سبيل المثال يعني تم تخريب قبر الشهيد صفاء السرعي. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم تسوى إيرانهم ضحكة عمر سعدون، ردا على هذا التخريب الذي جاء في مقبرة وادي السلام. فاطمة غردت وقالت بشنو مأذيكم عمر حتى هيج تفلشون قبرة تروحون فدوة لضحكته. مصطفى غرد وقال يا لخسارتكم وحجم معاناتكم وحقدكم، نبش القبور يدل على أنكم سفهاء وجبناء إلى أدنى حد. انطلق الآن أو انطلق الآن هاشتاك تسوى إيرانهم ضحكة عمر سعدون. هدى غررت وقالت والله لم أجد هكذا شجعان في بلدي، وأكبر دليل على شجاعتهم حتى وهم شهداء، وهم شهداء يرعبون أعداءهم. زينب بغرت وقالت عمر الشجاع حتى وانت بقبرك راعبهم وراعب بما يسمى تاج راسهم، عبثا تحاول لا فناء لثائري. تسوى إيرانهم ضحكة عمر سعدون. طبعا شقيق الشهيد عمر سعدون قام بطرد محافظ النجف الذي جاء للاطلاع على ما حدث من تخريب لقبر الشهيد عمر سعدون. اتهمهم بأنهم يأتون من أجل التقاط الصور وهم مشاركين في قمع المتظاهرين. دعونا نتابع هذا المقطع. الله وياكم، يلا الله وياكم. ممنوع واحد يزور قبر عمر، الله وياكم. لا محافظ لا واحد يجي يزور قبر اخوي الشهيد. انتم حراميه، انتم قتلتوا ولدنا. ما حد يوصل يزور قبر عمر، ما حد يوصل. ما الله وياكم، الله وياكم. هاي المحافظ الله ومحمد وعلي، يا ممنوع مسؤول يزور قبر الشهيد عمر سعدون. عمر اخونا غالي، ممنوع مسؤول فاسد يزوره. لا محافظ لا مسؤول لا كاظمي، ممنوع واحد يزور قبر اخوي الشهيد عمر وصفاء، ممنوع واحد يزورهم. يلا الله محمد وعلي وياكم. المحافظ ويا حمايه وبالعشر سيارات اجاوا بيلهم كاميرات يردون يزور يا قبر عمر سعدون يصورون عود. احنا والله انكسر خاطرنا، ليش قبر عمر تبلش؟ ولكم انتم قتلتوا ولدنا، ويقتل المحافظ ايش قد وقعد لازم الحكيم؟ ايش قد وقعد لازم ساعة الصدر ما حكيت؟ استوك صارت له غيره؟ والله العظيم جميع مسؤول قتل ولدنا، وحد انا رجعتهم هم واسلحتهم، وحد والله التشهد محمي، وحد رجعتهم هم واسلحتهم، ما خليتهم يزورون قبر عمر ذول الفاسدين القتله المجرمين. رساله لاب عمر، ما نخلي المحافظ الفاسد يسوي القبر مال عمر، احنا نسوي. واحنا اخوته، واحنا اخوته العوام. احنا نسوي. اخوته اخوته كل شهيد احنا. رجعتهم ومواسلحتهم وكاميراتهم، ما حد والله. ونقرا من التعليقات على منصه فيسبوك حول طرد شقيق الشهيد عمر سعدون لمحافظ النجف. دعونا نتابع بعضا من التعليقات على منصه فيسبوك. وسام الفتلاوي قال والله سوف تنتصرون رغم الهجمه البربريه، لأنكم أرعبتموهم حتى وأنتم أموات، فتحية لكم والرحمة لشهدائكم.
أبو علي قال يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، أحسنت يا بطل. حسين الهاجري علق وقال الله ينصر ثورة تشرين الشعبية العراقية التي أذلت الفاسدين والقتلة. حيدر علق وقال قال الله أكبر، السيد رايد يطق طق كم صورة يم القبر ورايح قحط. يقول نذهب إلى ملف آخر. أبو زهرة مواطن عراقي من أهالي محافظة ذي قار، بطريقة تهكمية يحلم بأن يتم إعمار جسر النصر وشارع الفجر في المحافظة. انتقد الإهمال الحاصل في الطريق والجسر بطريقته التهكمية. دعونا نتابع هذا المقطع. جسر النصر شارع الفجر سووه ما سووه؟ العمارات مستشفى القلب الله يستر يا ابوي. سووه الكا قيمان قلبنا راح. شبيك شبيك وزارة؟ شخيرك اخوي، حلمت حلمت. يا الله ان شاء الله خير. مسوين جسر النصر يقولون راح يسوونه. يا الله. وشارع الفجر يسوونه. ان شاء الله خير. مستشفى القلب ان شاء الله. يقول لك والناصرية يقلبونها قلب ان شاء الله. اول يوم الكاظم بالناصرية ونشوف بركة الخير جاي. وين الخير؟ هو كمية ما مطينا، رواتب ماكو. أنا قضيت عمري أتحلم، نايم أتحلم، أمشي أتحلم، صاحي أتحلم، من دون العالم أنا أتحلم وأتألم. هم رواتب ما مطينا، دهنات وزيتات وشكرات ما مسوينهن. بهذه الطرق التهكمية يريد المواطن إيصال ما وصل إليه العراق من فساد الطبقة السياسية وانعدام الخدمات والكهرباء والوظائف. نقرأ من التعليقات حول الطريقة التهكمية للمواطن أبو زهراء على منصة فيسبوك. فراس أبو طيبة ضحك وقال والله عمي الحكومة شفطنتنا ما تلام وياهم. إبراهيم قال والله أول بارحة طلعت من الموت من شارع الفجر. حيدر قال والله يا أبو زهراء أشوف راح تظل تحلم دون من دوم من وراء ذولة السرسري حشاك وحيش القارئ. أحمد الصدري قال جسر النصر راح نجيب بمكانه عبارة شو تقول أبو زهراء. والآن فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد ومع فقرة الخبر المزيف. انتشر كتاب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي محتواه يتحدث عن إصدار مذكرة قبض ومنع سفر بحق القياديين في التيار الصدري علي التميمي محافظ بغداد الأسبق وعضو لجنة النزاهة جواد الشهيدي على خلفية تورطهم بملفات فساد خطيرة جدا. دعونا نتابع هذا الكتاب الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
طبعا الكتاب مزيف تم تزويره، والحقيقة بأن الكتاب مزور مشابه لحد كبير للكتاب الأصلي من جميع النواحي، من حيث وضعية الالتقاط والالتقاط بنفس الأبعاد، وحتى نفس مكان الختم، ختم الذي نشاهده في هذا الكتاب. إذن هو يعني خبر مزيف والكتاب مزيف. نذهب الآن إلى البريد الوارد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: نناشدكم باسم الإنسانية أن تنصفوا الآباء المظلومين المحرومين من أطفالهم ومن رعايتهم بسبب بعض القرارات القديمة، فمن أجل الإنسانية انقذوا الطفولة من الضياع والتفكك الأسري وقطع صلة الأرحام. إلى الهاشتاج. رجعونا لبيوتنا، هاشتاج أطلقه ناشطون وإعلاميون ومرصد آفاد للوقوف على معاناة النازحين في المخيمات بسبب منعهم من العودة إلى مناطقهم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم رجعونا لبيوتنا. مروان حاتم قال: وغرد العمامة السنية تنهب 6 مليار دينار على طباعة المصحف الكريم، في حين النازحين السنة لا يحتاجون لمزيد من المصاحف بقدر حاجتهم للطحين والمياه الصالحة للشرب والدواء وحليب الأطفال. مافيا الوقف السني باقية وتتمدد، رجعون لبيوتنا. أوس قال: إلى متى يبقى أكثر من 700 ألف نازح في مخيمات النزوح؟ من حق الإنسان الطبيعي أن يعود لبيته، فهل تستحق الأموال المسروقة والعبث الديموغرافي الذي سيزيد العداوات وسيكون عامل لعدم الاستقرار أن تحرم الآباء والأمهات والأبناء أن يعيشوا في بيوتهم؟ يتساءل. عماد السمرائي غرد وقال: فساد منظمة الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني وتبعية الحكومة لإيران وأمريكا وعمالة الأحزاب والهيئات السنية للأحزاب الإيرانية، كلها عوامل تتضافر لاستمرار مأساة المهجرين والنازحين السنة في العراق. محمد قال: خروج أرواحنا من أجسادنا أهون علينا من إبقائنا خارج بيوتنا، رجعون لبيوتنا. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. مرصد أفاد يكشف الأسباب التي تمنع عودة النازحين لمناطقهم. دعونا نتابع هذا التقرير من إعداد مرصد أفاد حول ملفات الفساد التي تمنع عودة النازحين لبيوتهم ومناطقهم، فلنتابع. نذهب إلى قصة أخرى، ومع طفل سوري يقوم بجمع أكياس النايلون والعلب المعدنية لتوفير الخبز لعائلته. يعيش في وهو نازح
يعيش على الحدود التركية السورية. دعونا نتابع هذه القصة لهذا الطفل السوري مع تقرير لموقع إجبلاس عربي. ايش عم تساوي؟ شو؟ هذا البيبسي والعلب صغيرة؟ وين تاخذون عمي بعد ما تكمل؟ الصبح والعصر كلهم طلعت 3 ليرات؟ ايه. هات 3 ليرات ايش بتساوي فيهم؟ عندنا زيادة خبز نجيب كلمان دولار كل خيار هيك. أكيد بدك توزعنا وأنت ما عندك حق خبز. كثير من المؤسسات الإنسانية والمنظمات من كل دول العالم، من قطر، من لبنان، من فلسطين الحبيبة. فوت بالمدرسة، اشترى أغراض، اشترى دفاتر، واشترى أقلام، وهيك لعبات، موسكليت، دراجة. قصص النزوح المؤلمة في العالم العربي، في العراق، في سوريا، في اليمن، مستمرة ومؤلمة مع الأسف. روبرت ديكسون كراين، أكبر مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، عينه نائبا لمدير الأمن القومي في ذلك الوقت في البيت الأبيض. ما هي قصة روبرت كراين مع الإسلام؟ دعونا نتابع هذه القصة مع تقرير لموقع ميم. Interested in religion as much as anything else. I was his advisor on the world religions, particularly on Islam, because I told him the most powerful force in the world against communism is Islam. And nobody had ever told him that, so he wanted to know more about Islam. ومع قصة روبرت كراين نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.